إذا الرفاق والرفيقات، نأتي إلى ختام المحطة النضالية اليوم، يعني اللي سجلنا فيها وقوفنا أمام هذه الإدارة، سجلنا فيها صمودنا ومطالبتنا بحقوقنا وبحقوق أبنائنا المعتقلين والمضربين عن طعام. إذا اللي مثل اليوم هو يعني التجاهل كما عودتنا يعني الإدارات المغربية ككل. إذا ولكن هذا أبدا لن ينال منا أبدا، العكس هو الذي سيحصل. سنستمر إن شاء الله يعني في خطواتنا النضالية، وسنأتي إن شاء الله يوم غد وبعد غد، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سنبقى صامدين، سنبقى مطالبين بحقوقنا وحقوق أبنائنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.